الله يرحم الخليفة وليده رحمة الواسعة. وهذه عندكم من ويوت الدقائق. أولا خالق ياسر الناس يقول عنه البث ما يطلع له، إنه إيش إنه أنا أشير ما يطلع له. أنا عندي عقوبات، أنا الفيسبوك قاعد ما يرفع عني الدبوس. ولو ضركت يا شهرة داير علي عقوبة هي عن منشوراتي ما يطلعوا لياسر من الناس، دائما يديرهم يصنفهم تحت ياسر الناس ما يطلعوا له. ذاك هو السبب ياسر منكم ما يجبر. وتوفوا أنا هو رايم اللي غير خالق اللي قدامه فيسبوك شر لا بد منه. المهم مرحبا وسهلا بكم كاملين. هذه الحلقة اللي هي تعود عن أهم المواضيع المشدودة أخبارها هذه الأيام. ولين حاولنا ما نطولوا بيوم حتى ولا من باب التذكير وتوف. وياسر من المواضيع اللي هنتكلموا عنه لين أطرحوا ياسر من المارة وتوف. يا غير كيف دائما نقول عنه هذه المارة حد يبقي يقبضها يحوزها الراس وذاك لا شيء يعني، وإلى عاد يبقي هم اللي تتعرى مباريكا ذاك لا شيء يعني هم اللي ذاك. المهم إن الأمور تعود واضحة من البداية. أول شيء اللي نبدو به الخربشة هو تهنئة فيها أخبار سارة هذا الأسبوع. هو أخبار حسن أبا اللي كان شاك منه البارون محمد البعماتو قدام القضاء البلجيكي، وهذه رواية وتوفيها درس قلناها قاع ذيك الساعة عند منين بدأت عن هذا العالم فيه فايدة عن القضاء الحقيقي سياني قدامه مواطن ما يقود ولا يسوق واحد ثاني ملياردير، لأنهم ما يتعاملوا مع الأشخاص يتعاملوا مع الحجج المقدمة لهم وفرق ذا ولا طاح الما سند ذراع. وعلى ذاك الأساس راكم شفتوا ذاك اللي خلي المهم أنه والبعمات وملياراته وتهديده اللي كان يهدد الناس ومحامين وما قدوا ينفعوه، وانتصر عليه مواطن بسيط من عامة الناس مهجر مصفر وساكن في بلجيك وكان دولة ثانية. وهذا يعطيكم فايدة أن أخبار الدين وهذا النوع من الأمور أنصارة ما يدعوا إنهم 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 ما يدعوا التقية ولا يدعوا ياسر مشي، يا غير بعد يتم قضاءهم اللي أشبه من قضاء دول ثانية عند شعارات إسلامية غير تحت تحت ذوي لمن وهذا جيته شنهي وهذا من وراه. وفي النهاية إلى عاد فمرقا إليه نحبس ولا إلى عاد فمرقا إليه يقرن إلا ذاك الجانب الضعيف اللي ما وراه حد حانه، ترى هذا ما ينقال له قضاء وتوف. والمهم إن رانا مهنئين حسن أبو، وهذا بعد نتيجة أنا قاعد قلتها له في البداية عن صاحب الحق ما يخشى شيء يسوه شنو ويعرف عنه نصر حليفه به اللي ما هو سائل لا الحجر طاح عليه هنا طب وطاحت عليه هنا طب. الخبر الثاني هو خالد محمد خالد ولد تويف هم اللي هو اللي عطى أسبوع هو مخصر همه وموقف في نواكشوط وعقب ما اللي في النهاية. هذه مسألة نحسب وتوفي القضاة في موريتانيا ما نقول القضاء متى ما في قضاء يا غير بعد هذه سابقة. والمهم أن الشيء بالشيء يذكر. المهم أنه ما اللي هو استفاد ما اللي من حكم صراحة ما قط عادي النوع من القضايا في موريتانيا دائما ما لباس لا لكواها فما فيها لوكو فما عريق يسطر مرة قاضي ومرة محامي. بالمناسبة ما قدرنا الناس في سلة واحدة خارج شأن الناس اصطاد في الماء العكر ودائما يقول موريتاني خاسر وموريتاني مواسي وكذا. أنا بثوثاتي سبب أن تم لمهم على اليوتيوب ما بي عزت لمهم يا غير بي أني نعرف الموريتانيين نعرف أنهم يقدروا يقولوك شيء ما قلته ونعرف عنهم مصابين وفقدان ذاكرة مانع، وهذا هو السبب أن تم كل خربش نديرها على اليوتيوب ولياك رقاش كامل الباقي وفي الله أخلاق والله قولني شيء ما قلته وراح ذيك يا يمشي سيتين مشي. موريتانيا قلنا عنها فيها الناس الصالحة وفيها الموظفين المتفانين في شغلتهم وفيها الناس الخايفة من مولانا يا غير هم اللي الناس اللي في مراكز الحكم هي المشكلة. انت اذا عاد خايف من مولانا ولانك مركز حكم انت مالك هو تقبل القرارات وانت مالك هو تعطي الاوامر وتطبيقها معناها انك انت هنا تياها لا وتفعس على راسك. هذا احنا مثلنا قلنا كذا مرة موريتاني واللي القزواني واللي حويرذي ومسقارو والجنرالات الاخرين ورجال الاعمال وهذا الخلق هذه الناس هي اللي تحرك القرارات تحركها بالفضة وتحركها بالسلطة. معناها ان اذا عادت وزارة الداخلية فيها موظف بسيط يعدلها مو ولا موظفين ثانيين هذا ما يأثروا، ونفس الشيء في الخارجية ونفس الشيء في الرئاسة. هذا هو اللي عايننا عليه. معناها ان احنا نتكلم عن الناس الفاسده نتكلم عن الناس اللي تتحكم في صنع القرار ما نتكلم عن واحدين ثانيين
الا عنده خليص يصير به العيال وماشي جنب الحيط وين يتكلم مقري لا بالريك يونتو في ذاك الوقت وتوف. المهم شفتهم اليوم دفعوا شهر النعمة وعدلوا شهرها مؤتمر أسبوعي ولا مؤتمر تقي وتوف. هما ما قدروا يسووا لروسهم هي دي العاصمة المنكوبة اللي قالها ماركو اللي أحياءها فيهم واحد يهضر كل أسبوعين وثلاثة ما طلعت لهم قطرة منهم. ومن انتشار موريتانيا هي يعدلوا فيها هذا اجتماع الأسبوع. وقدم وزير الداخلية عرضا وقدم وزير الخارجية عرضا عن موريتانيا في الخارج وقال الرئيس والوأس وتنخبط موسيقى وهم كلها طارح قدامه وصار حمار من التواقط ومن البارافيرات اللي بايلي ملاني لام بعرب ودوات ما قط فتحوا وهم كل واحد منهم عندنا يحل عينيه على الصباح ويطرح كراعف للبيرو اللي عنده يتم يهرس موريتانيا بالصفقات ويهرسها بالوساطة ويهرسها بالشبتي ينين يقوم يجابد قايس دويرت. هم اجتماعاتهم ذا من السنوات اللي فاتوا كامل أكثر من نص قرن من الجمايع في نواكشوط وحال نواكشوط يورثها له اللي لا يستفاد كيف والله العيون والله تيجي جا والله طار والله تيرس والله نواذيب والله القوارب شم والله كي هيدي والله سيدي باب ما استفادت العاصمة اللي هم ساكنين فيها ولا فيها صرف صحي وساكنين فيها والناس خالية بها العطش وساكنين فيها والناس خالية بها الظلم وساكنين فيها وما زلنا إلى اليوم عاصمة حشومة في العالم وقد تم تندار في المسابقات عقب ذا العاصمة الوحيدة في العالم اللي ما فيها شي صراحة العاصمة الوحيدة في العالم اللي ما فيها طريق سريع وهي قاعد فيها الرئيس وقاعد فيها الوزير وقاعد فيها الجنرال وقاعد فيها رجل الأعمال والقاسم المشترك بينهم كامل هم ما يحشون فيه من راهي عاصمة نبتها وساكنة فيها ذي العصابة ولا قد يتقدم فيها حال يسوى وشن هو إلا مشاو بكلاب ديارهم وحرقوا شي من التمويلات وشي من الفضل الناس فاصلة فيه إياك يقيسوا النعمة والله العيون ويقعدوا فيها نفس القعيدة اللي عدلوا في نواقشو اللي مستفادة من هالشن وشنو العائد اللي راه يرجع للمواطن ما هو تعطيلهم وما صرا معطلين لأنهم قايس إدارة ما يعرف فيها حد ما قد يعدل الشغل واليوم قاعد إدارة ما فيها رقاش الوزير والمدير والأمين العام والجنرال الدنيا كاملة دفعت بكلاب ديارها على ملت قعيدة لا يعدلوها يقولوا فيها نفس الزبيط اللي يقولوا في نواكشوط ونفس الكراطين اللي رافدين في نواكشوط كلها رافد صار حمار اللي هم تواق على أن هذا ما اللي هو استحمار هذا هو استحمار ما اللي هو هدر للمال العام وتعطيل المصالح المواطنين على أنه هذه النقطة اخترت ركز عليها ما في فايدة وتوف هذا لكن الكرنفالات يا غير ما اللي فيه مسألة هون الكرنفالات اللي كانوا يخلقوا في الفترات السابقة كانوا يعودوا مشرف عليهم الرؤساء كرنفالات للطايع وكرنفالات للشيخ عبد الله وعلي محمد فال والعبد العزيز هذو كرنفالات وهم هم اللي يشرفوا عليهم هم اللي يدورونهم يا غير هذه الكرنفالات اللي تعدل في زمن العبد وللغزواني هذه كرنفالات الغزواني لا ينقال له أركب وقيم جاي وتوه وقول هذا وادخل من هون ومرق من هون وما عنده فيهم شي سوشن وهذا هو الوساه للعصابة إلين يخلص حتى عاملهم معاه رايح يكذبوا ويجيبوه لرواية قد السماء ويجيبوا العياط والكاميرات وينقال الرئيس قال هون يقبل التزام ويأخذونهم ولا يخرج منهم شي سوشن وهذا ما قد يعدل ما هم مسايد اثنين رقاج ما هو خالق والله رقاج لا يتمتع بقوة العقلية به اللي رئيس دولة لأن من الظلم وملانا من الفقر وملانا من النهب وخلق على الحديدة يا الله نين يقول كلمة يدشن رواية والله يعطي وعد كيف زيادة التلاميذ الحيث كان عاطي الخرجين ما فاتوا جبروا إلى الله يا الله يتابعها ونين يشوف ويتابع الإعلام المحلي وذا الزمن اليوم قاع كل شيء على وسائط التواصل الاجتماعي يعيط الوزير المعلوم بأنتم أنا ذا مالي قلت أنه يخلق ما أخلق أمال ويعتذر للناس ويباشر هو الأمور يا غير هذا مو خالق موريتانيا هي 4 سنوات ضاعت فيها الميزانيات وضاع فيها كل شيء والغزواني مو موجود الناس ما تعلم به ما هو ماشي والله جاء شوف والله ماشي هو قاعد في السماء ذيك رواية ثانية أنا من الواقع اللي الواقع اللي الحزة اللي فيها موريتانيا ما قطعت في شيء كيفت في نقطة أخرى هون نختار مالي شد أخبارها وفت قلتها كذا مرة ولددوا أنا ما عندي معه مشاكل شخصية وددوا راجل إنه الموريتاني وموريتاني شعبها
للأسف أغلبيته ما هي متعلمة، وفيها الأمية المتينة، ودائما هذا النوع من الشعوب يعود عرضة عن يعبدوه واحدين كيف الددم. لا ينديروا النقاط على الحروف، يعبدوا يلي رقاج ما عنده عقل ولا يعرف حقوقه ولا يعرف عن هذا اللي قدامه حادث كيف هو يقبل مقرجه ويقيس الكابينة، هو معبده. وهذا النوع من المجتمعات اللي ما متعلم، يعبد بالزقة ويعبد بالشراوي ويعبد بالريق ويعبد ذي الفيافي اللي معبدهم به الددو. المهم الددو لين يتكلم في مجاله هو ما سامح. هذا كنا قلنا كلام مرة، قال مشكلة ذا الزمن اليوم عنه ما هو كوز حد رقاش عاقل معدل عنه للددو قدوته، والله معدلو بالنسبة له قاع إله ولا عادي يبقى قاع يعبدون ذو مولانا. على الأقل إن أنت قدم له رواية يطرح يقلع ذيك العصابة الواتير المديولة على عينه، يطرحها هكا يشوف المقدم بشن من رأي كان دور العالم والله دور الفقيه عنه يقول قيفان بوسوير للموظفين. لما نتكلم عن الدين ديروا عنكم الدين هكاتية، لا يجي واحد يقول لك عالم كان. احنا ما لنا نتكلم في امور الدين، نحن نتكلم في امور بوسوير ولقنب اللي ينقال المدير لمن ينقال للرئيس وينقال يقولوا زيدان ويقولوا كل رقاش ويقولوا الدهي والبنيوك. معناها ان احنا هون نتكلموا عن ولد الددو والمصرات، ما نتكلموا عن ولد الددو والعالم مقاييسكم انتم. اذا إيه نتكلموا في اخبار العلم ظلمناه فيكم إيه التوقع، هو العلم قاعد وراه ومشي بس من حاله رقاش كي ولد الددو اتباعه بالالاف يمشي ويجي الولد الشافعي في داره ويقعد له على قرن بانكت ويقول له ذاك بكو جاي العربية اللي سمعته، ونفس النهار اللي كان فيه ولد دو جاي بلوك أبيات بكو جاي العربية لا يسمعها من ولد الشافعي في داره كان في مبيبة ولنانا رحمة الله علينا وعليه. وهذا موثق عندي كامل، هذا عندي هون في التاسوفرة، وعندي فيديو من شي من الناس في نفس المجلس يجوا وقوف مبيبة ولنانا رحمة الله علينا وعليه. يا غير نين قعد ولد الددو في نفس البلايدة وقال ذوك أبيات العربية ولد الشافعي ما تكلم رقاش وعات المردة كأنها عادية وتوف بيبا بما أنه يقيه كان يقول أنه جاي طامع وتوف ولد الشافعي. يا غير نين عاد اللي جاي العلامة والشيخ هم اللي هو جاي يقول شو من بكو جاي العربية ما فما رقاش يقدر يقول له راسه من درى ذي الموقف شنو هو الفرق بين بيبا ولنانا رحمة الله علينا وعليه ولد الددو. ذاك جد وقال شي من الكلام والعطال وشي، وهذا جاي يقول شي من العربية ما اللي هو ودوخش. أنا لا تخسر عليكم العبارة، وأول مادة تكذب وتعدل هذا اللي ينقال له التدريس، هذا اللي ينقال للمتأسلمين الموريتاني يقال ما اللي اليوم ما تلاقي قد يسيلتهم، هما عايشين في حقبة هما ما هم مالكين أدوات زمن أزمامي قوال فيابي ذاك وفو تبهبير على الناس. اليوم عادة ينقال لمقارعة الحجة بالحجة، وانا ما نقول الرواية ما اعطيت عليها دليل، ما قط ظلمت رقاش. قاموا واحدين وقالوا هذا الكلام كان 2016 واللي ددو كذاش ومسقار، احنا قاعد اذا افترضنا جدلا عن هذا كان 2016 هو كان قد يطلب له مولان، هو كان ابي افهم ياسر مش من يقول له قال في مبوسوي. المهم عن مسقار 2016 ما كان للأم مسقار بالتحديد يوم 16 أكتوبر 2014 عينوا ولد عبد العزيز قائد أركان الرئاسة معاه هو، وتم معاه هنا القد عام تقريبا لين عاد يوم 1 أكتوبر 2015 عينوا قائد أركان الحرس الوطني، وتم فيها لين عاد 2017 كان يلا يتقاعد قام ولد عبد العزيز وعدلوا فريق ومدد له اللي هو مصطفى، وتم قائد أركان الحرس لين عاد يوم 6 جوان 2020 عينوا ولي الغزواني مدير الأمن. أنا أنه الأمن عليه من 2020 هو يلا يا ريت لا تقعوا نتواعدوا نحن هو 2017 يا غالي ما تدروا لعبد العزيز، وإذا هو الوسانة دائما نقول عنا ذلي وعايشين في ظرك هذه سيئات لعبد العزيز، والخلق اللي معاه ما هو فاهم ولا هو دائما يعميهم التعصب لعبد العزيز عنه. ولعبد العزيز ظرك يدفع ثمن أخطائه هو، الخلق هو اللي معدله وبطش الخلق فيكم انتم اليوم يا جبار، من اللي ومشى له من اللي واش من السيئات شو الكونتاتو
به لهذا الخلق لو كان هو ما مدد لهم وطلق صيدينهم ما يعودوا مازالوا معنا اليوم قاع. ولا الغزواني كنا نايل نتصل وحنا هو صار العم والخالق 2019 ما قط شاف ولا قاش قاع. كان فيك لي تماجر يعدل بارشوكات فمات يا وتو هو ذيك راسه ذاك فمات ذاك بارابول اللي رافته فوق راسه ما راح حد قاع كانوا يتكلم الله ما يتكلم. كان له يتقاعد 2019 استفاد من حقه التقاعد يقيس بومديد والله يقيس السماء. قام هو وزرق عليه كوستين وجاب ونقزوه من وتكحل وتلاو يسرطوه للناس ما درس اصبعه تذكروا صور ذوك الاولاد وعاد يقعدوا في مجلس الوزراء ايام وتوف لياك يدربوا على ذا وجا من التموه بدو فمو جا مقعدوا لكم هو المزال اليوم يبطش فيه ذا والوسائل يقول لكم يا العزيز ما يشفني والغزواني رترت 2019 تخلي رترت كان عايش معاك عشريه تامه من السرقه واغنى منك وقال هو في الحمله قال عنك انت وهو عنك اخوه وصديقه 42 سنه من عشريته كانت عشريه نماء وازدهار ذو اللي حاكم عبد العزيز ما هو الغزواني الغزواني قلت لكم مالي شو الامر ذو واحدين من عصابته هو في العشريه وتوه ما كانوا راضين عن ذاك لحقين اللي كان يعدل لهم وكانوا يدوروا يعودوا سرقوا ياسر من السريط وذاك تالبين فيه ذاك وتوف اما هو الغزواني رايه قالوا شهادته ما اللي هو في العشريه موثقه وانا دائما نشرها قال انها كانت عشريه نماء وازدهار واليوم كل شيء موثق هذه هي الكارثه اللي خلاتهم هم والحويرذي كان يلا يعود رترت نهايه 2018 راي ان اليوم اللي هو معدل لنا تقع ميرت اليوم وزير الداخليه يا راي الفرق حلو الحويرذي اخبارنا منه واخبارنا من مسقال واخبارنا من غزواني واخبارنا من الخلق كامل لا تمديدات ولا عبد العزيز اللي واحد ذا كان لواء قام طاه غريق المناهل وزاد وضربات ما تحرك والغزواني قاع رثرت فيه من الفوبيا ولعت ليه رثرت حد وهذا الشوابين عادوا يدهنوا ويمقطوا ولعت نافعهم الدهين يا قال لا يتموا مكوفرينهم ذيك المناصب لانهم كلها عنده فوبيا اصلا انقذهم العبد العزيز من رثرته وهذا هو اللي دايرين فيه اليوم ما يهزم الخير وتوف المهم عن مسقارو ذيك الفتره اذا ما كان معناها ان هذا القاف ما عنده اي مبرر يسوى شنو ما فهم مبرر ولد ذا ويقول قاف مو سوى مسقارو ومسقارو مالي ولا واحد اخر الى ذات لين عدل خدمه بسيطه دخل رقاش هم ما هم واحدين فيه موت شفتي هم ما عندهم شغلتهم عن هذا منطقه الدوله ذا منافي لمنطقه الدوله هي موريتانيا غريبه انك تجبر واحد يزقنا في العالم كامل ويرجع لك يقول في جدر حيط هذا هو لك راشق راسه وراشق وذنيه في اجتماع قبيله وهو راه هو 10 سنوات ولا 15 سنه في العالم حتى زاد مول ثاني يدير يعدل فيها منطق الدوله مو خالق منطق الدوله انك الواحد تستحقها تجبرها ما تحتاج لها وساب تجدد باسبورك ما قد يحكمك مسقار عن جدد باسبورك بما انك انت مواطن لا محكوم عليك تجي لبلدك تجي لبلدك تسافر تسافر وهو ما صلاك مو هو اللي يعود ولا واحد منهم صاحب سوابق يوخذوه مصقول كيف مختار المسقار طار المسقار وما اللي احنا ما عندنا معاه مشاكل شخصيه احنا نتكلموا مقاييس الدوله الحديثه وتوف هذا صاحب سوابق هذا مغتصب ولين عاد مغتصب في موريتان قاع من راسها الاخبار تاثر كان يدخل الخمور ويهربهم وكان تحت الرقابه وكل شيء بالتالي هذا ما هو شخص مقاييس الدولة الحديثة يقد يتقدم المنصب مطلوبة فيه شهادة عدم سوابق من العدالة الآن هون ما فيه رواية ضد أولاد الناصر ولا ضد أولاد مبارك ولا ضد رقاش قاع يسوى منهم احنا دارين العدو مدة ونتكلم من منطقة العصر اللي احنا عايشين فيه العدو قاع مالنا شفتوا انا رقاش اليوم اتكلم عن عدم اهلية مختار بالمسقار والدخول الكاش انه يتكلم مقاييس الدوله الحديثه وتوف بوك قد يعدل لك يا خيري راه عدلها لك يا غير برلمان وشروطه ذيك هي واضحه ما يلا تهرس ولا يلا حزب ما اللي يقول لك ترشح منه وان احنا ما عندنا احزاب وهذا اكد ان هذا شيء من الطواب اللي تولي ولد الفضح هذا الحزب مش شريته اعطاه 20 ولا 30 مليون وتوف ودار مختار المسقال وش بعدين يصفقوا له ينقال ذا الشاب وكذا احنا ما عندنا معاه مشاكل ما عندنا مع تصفيه حسابات نتكلموا عن الشروط والقانون واضح وصريح وتوف مراد موريتانيا ذا منافي للدولة
عن قصر البول القصر المهم وعن المراقة مراقته هو ومراقة أبوه والبوليس بوليس أبوه هو. ما تينا نتكلم عن الدولة وتوف هذيك طريقة أخرى، وهذه للأسف هي المتبعة لموريتان. الفقير اللي ما وراها رقاش ما هو موريتاني قاع يعامل من درجة ثالثة ولا رابعة، ولا الجنرال والله ولا الرئيس والله ولا الوزير يدق تقولوا القوانين ويرشح ويلعب صاحب سوابق ما مسول عنه. أنا في الخطة أنتم ما تكلموا عن دولة وتوف، عندكم تخرميزة قشيرة دولة المريترتين، رئيسها مريترت ووزراءها مريترتين ومديرة منها مريترت، وشي من الناس اللي يمددوا جنرالات مريترتين. الجيش الموريتاني العليات موريتان ما عقموا، لأن من الشباب اللي يلا يرقوا يلا يعودوا جنرالات. القرد لأن من أولاد موريتاني يلا يرقوا، البوليس نفس الشيء، أمن الطرق نفس الشيء، الجمارك نفس الشيء، جندرمري نفس الشيء. لماذا يعود نفس فريق الشوابين هو اللي ضركات إياها مازال مهني؟ ذم قاليق الكوز اللي كلها مازالت مطروح، كل 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 كور من صنادرة مطروح عليه كوز من هذا الخلطة. نحن ما نتكلم عن الدولة وتوف. البرلمان يرشحوا له أصحاب السوابق، والجنرالات بدل ما يرترتوا يخلوا بليداتهم الوحدين ثاني نجددش من الشباب الوياس من الزمن وهو يكومباتي في ميليتير والله في القارد والله في شندر. انقلقت الطريق دونهم قالوا مو هذا الشيء باني لا يبقوا هنا رانا مدين له 4 سنوات ثانية والله 5 سنوات. معناها نحن ما لنا قدام دولتهم. في هذا الإطار الصهون نجوا الأخبار الكاش ولا ينقضوا منهم الأخبار من باب الخارج. ذا البرلمان كنا نتكلموا عنه ذا نبتو راهو ما تكلم من ورقاش في عدم أهلية وحدين ما يستحقوا أنهم يترشحوا لا يجوهم في إذا ما عليهم قاع. البرلمان هم موريتان ما هو برلمان، هذه زريبة من العشرية وهم يوسعوه ويفتحوه ويخبزوه بنفس الطريقة اللي ينخبز بيها مجلس الشباب. أنتم ما تعرفوا عن مجلس الشباب مازال خالد اللي عدل عبد العزيز ما يمثل الشباب شي من الناس مارقين الخلاصات، وابن القزواني قال عنه لا يوسع ويعيد هيكلته. نفس الشيء هو المعدين ضد ويكلت من دراسة كان رقاش فيه الدم تعطيه نفسه يترشح ويعوده برلمان معاه مختار والمسقار وصاحب سوابق مهرسين للقوانين اللي اياك تخلفه، واحدين ثانيين هما اللي تركت جنرالات اخرين لا يدخلوه، ومعاه دويكات مكريين بنمروات في تفرق زينه وواحدين منهم ما قدروا يتكلموا عنه، وعندهم شويه من الديوانين عطالهم وحصانه معطيه لهم، وعادوا اغنى هم اللي هم واحدين فيها لا صفقات. وهم ذو الدويكات ما عاد لهم صفقات 100 مليون 10 ملايين 30 مليون. من دراي كان رقاش فيه الدم يرضى يدخل مع هاد الدويكات البرلمان ذا نبتو اللي يعرف عنه ما يزيش يسوي شنو، ويعرف عنه لا يعود محيق نادرس، ويعرف عنه لا يعود يسرق مع السراق ويقص مع القصاصة. أنا هنو اللي رقاش فيه خوخة، وهذا روانا قد تكلمت عنه. رقاش في الداخل أنا نلتمس له العذر، يعني ياسر من الشباب داخل في الكركارة ويعرف عنها ما هي واضحة ويعرف عنها ما هي مسقمة، يغلب هذا الظروف وتوه اللي يدخل فيه. كيف حركة كيف أنا كيف الأستاذ يعقوب أحمد المراغب هذا هون قال له شر لا بد منه، هذا مؤمن بين كافري، هذا وحدين ما هاجروا ما هم في فونتوز وما هم في أمريكا ولا هم في كندا ولا هم في أوروبا ولا هم في أفريقيا ولا هم في الصين، هذا بقاو في المراقة. معناها أن الواحد منهم ما عنده ما هي لعاد فم ظلم يخش في ذاك الظلم، وإلى عاد فم شي ما هو صالح يكون باتي معاهم وين يوصل ذاك المرحلة اللي ماسي هو عنه قد تنفع. يا غير بالنسبة لرقاش في الخارج معدل هذا ما هو على الباب، معناه أنه لا يدور توه يجبر خلي يصنع في الكاش. وهنا هنا قبل مثال من أمريك، وأمريك أنا واحد من أهل أمريك سابق كندا، على هن الناس تصدر المشهد اليوم في أمريكا وتقاطقات احنا سبقناها لأمريكا، وذا اللي يتكلم عنه اليوم في أمريكا وذا كامل نتفلك على روسنا ضركات ياصة لا نشدوا شوي من أخبار لا يتذكروا عنا عند منين شد نظام الفضائح أخبار عنهم لا يخصوا منصب دويكات في الخارج للجاليات قالوا هم تعرفوا عني قلت لكم ذيك ساعة عنهم لا يخالوا الناس وحده. وهذه الرواية نجح فيها نظام الفضائح لأن الخارج ما في جاليات، هذه هي النقطة الأولى، ما خالق جاليات موريتانية في الخارج، فيه تجمعات من المصفرين، تجمعات من الناس المهجرة، وفرق وهذه التجمعات ما هي منتظمة لا اجتماعيا ولا ثقافيا، وبينها
تعيش بنفس الطريقة اللي عايشة بها الناس في موريتانيا مشاوعنا. أمريكا فيها مناطق أكثريتهم موريتانيين كبار. أوكي للضفة ذيك. وهذه المناطق اللي نتكلم عنها في أمريكا هذه أساسا في أوهايو. معناها نتكلم عن كولومبوس، نتكلم عن دايتون، نتكلم عن سنسيناتي، عن سنسيناتي مخلطة، ونتكلم عن كليفلاند، مناطق أساسا في ولاية أوهايو، وواحدين ثانيين في بنسلفانيا، ونيويورك كرشفيل فيها قاع الناس كامل، وواشنطن ونيويورك ما بينهم موكرة الأسامي من الناس اللي على الطريق دافع ماشي ليه، ونين هم اللي تسمعوا فيرجينيا وواشنطن ذا واحد، هذا هم اللي متداخل، وش من الناس بارد هك شوي في لويزيانا. هذا الخلق عشرات الآلاف في أمريكا من مدار، والقاسم المشترك بيناته بس من حالة أمريكا في قريب من 20,000 مشرد من موريتانيا، ولانكم لا يتجبروا فيها المسيرة تتعدى عشرات الوقش. هذه 20,000 وين هي؟ هذا هو السؤال يطرح راسه، وناهي نجاوبكم على هذا السؤال معكم وعلم تجبروا رجال يجاوبكم به. أكثرية الموريتانيين اللي يجي لأمريكا يجي ويطرح للجوء ولا يبقى قاعد يتكلم ولا يبقى يظهر به دور التواقع، ما عنده قضية قاع وطنية وهو رافد قاع هم وطني، هو يدور يقبل تواقته ويرجع لموريتانيا. وخالد ياسر من الناس صارك طالحين في أمريكا للجوء، واحدين طالحين بقضايا العبودية، واحدين طالحين بقضايا الشرائحية بشكل عام، عنهم يقاوموا المضطهدين والله صناقة يبتطوا والله انهم حراطين يبتطوا، وهم هذول كانت اياها جبروا التواقط ولا دفوع قاع شهور موريتانيا ماشيين وجايين، وقضاياهم هم ما قط قادوا روايات كبار لا يتنوض عليهم، والواحد اللي يخش فمه توف بالنسبة لأمريك هو خايف من موريتانيا، هارب من عبد العزيز والله من غزواني والله هارب من ولد طالع هذيك الساعة، يعني ذي الحالة ما هي جديدة، وتوف في حالة تواقط ونين يقبل التواقط راحوا عاد بقامته، يقوم مدلي شهور موريتانيا ماشي جاي توف لا يعرفوا قاع هو ما موقفوا حد بيدي موريتانيا ما عنده قاع فيها مشكلة أصلا. وفرق لهم لين يقبل جنسيته قاع لا تنزاد الثمان وقتوته يقيس موريتانيا 3 سنوات وأربعة ويرجع وخمسة وستة. وهون هذا الكلام أنا مجهول للناس رجعت التالي اللي انصبت في أمريكا، ونعرف أنها ما يدى تجبر الرجاج يصارحها ويقولها الواقع. أمريكا فيها مأساة لها أكثر من 30 سنة تتجدد، وسبب هو عدم المصارحة وعدم المكاشفة، يعني نفس الأخطاء ونفس الكذب اللي لا يوقعوا فيه واحدين هو 30 سنة ما زالوا يروجوه للناس إلى اليوم. وأكثرية الناس اللي جات أفواج ذي السنوات التالية من شهر حيط المكزيك أنا فت بريتهم وفت قلت لهم ياسر من قضايا الهجرة، ونعرف واحدين هاجمون وقالوا عني لا ما نبقي الناس تحركتوه ونبقي تهنا موريتانيا، وهذا موثق كامل على قناتي. قلت أنا رجاج عنده شقلة مضبوطة يجبر منها قريب من 200 ولا 300,000 في موريتانيا، هنا في موريتانيا مواتش وحماوا علي وحدي، وقلت لهم عن أمريكا ما فيها الفضة وكندا ما فيها الفضة، يا غير مشاو مرة واحدين ثانيين عندهم ياسر من تخرميز وياسر. هذه بلدان يقيسها رقاش دور الحماية ويعود مفرسي عن مماشي من وطنه مفرسي، ومعناها أنه لين يجيها فرض عليه يعود صبار، وإذا قد تكلمنا عنه ما يعود تاكل عليه أبو لام ولا صاحب اللي كل رقاش على حصية رأسه. ذم الصا هذا اللي ينقال له ركوب الموجات وركوب أرواقش، خارقين واحدين اليوم خاصة ضرب يتكلموا عن فم فيها 4 مرشحين في أمريكا، 2 في واشنطن، 1 في نيويورك، وواحد في كولومبوس اللي هي بل اخوتنا الاخرين هذا الاخرين الكبار. وهذا يوضح لكم مسألة ثانية، هما هذا ذي اللي تخلاوا عليه شنو، هما ذي يدوروا شنو. القاسم المشترك بيناتهم عنهم فيهم واحدين يبدلوا الفضة ويمشوا كونتينرات ويرفضوا الدبش، وكلها يدور يعود ديك في البرلمان لياك يجبر حصانة ولياك يتم يستفاد من الديوانة، وتوف ويتم يسرق معصر راوي ويقصن على القصاصة وتوف مات ياهن واكشو وفرق. وأساسا أكثرية الناس اللي تحرق قاع في الساحة في أمريك عادة شي من الناس يحاني محاكمات، وشي من الناس عنده قضايا عالقة في المحاكم، والناس اللي قبل تتواقطها قاع ما هي ظهارة، الناس اللي قبل تواقطها والناس اللي قبل جنسياته هم أكثرها قاع تروى، والناس اللي تظهر من الناس اللي فات قبل تتواقطها دائما متكايسة مع النظام ولا يتفطنوا لها ما يقطعوا فيه حتى به اللي هو أمريك كان يدور فيها لا تواقط وقبالهم وضرك مركز برامج وحالته كاملة على موريتانيا
كانوا يجبر فيها نايب، كانوا يفتح فيها مقازينه، كانوا يفتح فيها ربينه، كانوا يجبر فيها بزنس مناكحاتي وفرق. بالتالي هذا هو مقتقى، هو ما كان اصلا رافض قضيه وطنيه. معنى الله قاع انين توفر ملفه، انين يجبر كان معدل قضيه مستقل فيها حراطين انه كان يعبد والله زناقه والله شي من الطبقات موريتاني، وفرق معدل منه ملف وجبر على ظهوره متواقط وفرق. هذا هو القاسم المشترك بيناتهم. وعادة الاستغلال يخلق في رواية، يعود رقاش قايس مدينة عنده فيها شن الهم ويقول عنه لا يعدل فيها واقفه. هو الفوق الفوق معدل واقفه، هو تحت تحت قاعد المدينة عنده فيها شن الهم مرتبط بها فماسية. على انه هو قد يعدل واقفه هون وصايب لها وعنده لها الوقت، قال خالق واحد ثاني راه في كاليفورنيا، والله راه في لويزيانا، والله راه هو في منطقة ثانية من أمريكا في إنديانا، والله في تينيسي، في بلدة من أمريكا بعيد ولا قد يجي فم بيه، ما عنده هم فماتي. والوقفات اكثريتها تعدل في واشنطن، معناها ان رقاش في نيويورك قد يجي، رقاش في مناطق من ماريلاند والله بنسلفانيا المحاليه المنطقه دي سي قد يجيها، ما هي مخسره له ياسر منها. اذا بعت من ناحيه شمل الامور يعود واضح لكم وتوف، انا لين نعود عندي شمل الهم في فرجينيا ونقول لهم هاو جايين نعدل الوقفه قدام وزاره الخارجيه، ما قد نشوف على واحد في كنتاكي لا مجاني، ولا قد نشوف على واحد في انديانا لا مجاني. انت جاي من نيويورك كذا قريين منك زرق الدبوس، بعد قد تشوف على واحد شو لويزيانا انه ما جاك. يا قال الموريتاني هذا اللي قال له خارطة الولايات المتحدة الأمريكية والبعد بين المناطق ما هو مألوف عندهم يطرحوا عنه شيء. وبالتركية لا أمريكا قارة قد اسمه بين محيطين، على أنها وفيها مناطق وقت مختلفة، لا كيف كندا بين المحيط الأطلسي للمحيط الهادي في الزر الأخر. معناها ان اللي تتكلم على ليش كنا نتكلم عن نواكشوط، واساسا اللي يتحرك من القضايا دائما يحرك في اطار التواقع. هذه الحقيقه، ما فما تياها روايه جامعتهم ثانيه. واحد يدور وقفه يعدل هذاك بما انه عنده محاكمه بعد اسبوعين والله بعد شهر، وبالتالي يدور يعدل صور ويوثق فيديوهات من ذا ويعطيهم المحامي ويعود كانه انه هو هذا نشاط الفوق الفوق معدلوا القضيه شلون موريتانيا قال تحته هو معدل الهم، هو معدل تواقطه، هو يخدم هو راسه. معناه ان هذا النوع من الامور احنا فرض علينا نوضحه وفرض علينا نقوله لكم. وكيف قلت لكم احنا نطرحوا شيء من المراهونات اياها ورقاش يبقي لك بصريه يواسيها، لكن احنا ما قادرين في الشيء ما لباس. يا غير بعد نقول للناس في امريكا عنكم ذا اللي معدل الله النظام نجح وفعنه يفارقكم على شيء مو خالد. انتوما جيتوا مصفرين وفما في رقاش قدم لكم شيء، اياك تعود الامور واضحه. انتوما ما اجبرتوا مده كانت جامعه فضة طارحتها لا يتنشقكم بها، هذا هو يعدوا الجاليه. انا لقيت شو وحدين هم يدخلوا عشم الامور ولا يفكوا، يقول لك الواحد والجاليه عدلت والجاليه وسعت. من درا كان الجاليه طات الفضة للناس، من درا كان الجاليه سكنت الناس قبلوا لهم اماكن فنادق يمكنهم جاوا، كان عندهم تمويلات مطروحه. وش من مرات قال لك الجاليه الفلانيه حسابها فيه ما هو كذا وكذا، من درا الجاليه اين جاوا مواطنين منكوبين هاربين من جحيم نظام الفضائح في نواكشوط، يا كانها قبضت لهم اوتلت. قال قرقاش عرف صاحب اللي والله جاء في مقاره هو ساكن فيها طمعان نهارين ولا ثلاثه ولا والله اسبوع، هذا ما يندار في اطار الجاليه. لا خلاص انتم في نواكشوط، انت اذا جاك قرقاش صاحب لك والله ما تعرفه قاع قرقاش استضفته في داره طمعاك ليتين ولا ثلاثه وقيم وتماشي والله لفتهم بليده وطرحته بليده ثانيه، من دراك انا قاعد تقول لي الجاليه والقبيله عدلت لك هذا مجهود فرديته. انا عندي دار وجاوني ارواد يجوا بعثوا معايا واستضفتهم نهارين والله ثلاثه والله الشهر وفرق زمان. قال له هذا مو شغل الجاليه، الجاليات تعدل الفرص، الجاليات تعطي الفضه، الجاليات تقبض الاوتلات، الجاليات تكري فترات زمنيه للناس. وذا ما اخلق منه شيء بيدي فما هي جاليه لا يقركم ذا ثانيا انا قاعد مولي إيه نفوتوا نتخطاو ذا كامل كنا نتكلموا عن نظر. لا تقبلوا رقاش يستغلكم. الناس اللي في أمريك إلى اليوم هذا ما فاتوا عدلوا شيء يسووا شنو هو هذا اللي ضاق على الواشي يدوروا وظيفة نايب لا يدوروا هما شو روسهم وتوف. وكلهم اللي متروى انتوا بس من حالة تعودوا تعلموا بهم لا عن طريق مدونين ثاني، بس من حالة رقاش مفطح راسه ومتروق ويتكلموا عنه مدونين ثانيين قال لك راه هو فلان مترشح وراعي لك اله الدكتور وراعي لك اله المهندس، هو منين هو ماله ما يمرق ويتكلم للناس. واليوم ما في رقاش يحتاج تلاقي يتنقل من بليده قايس بليده ثانيه، هو عنده حساب على فيسبوك
يفتح حسابه والله يستضعف وصاحب له وتطرح عليه الناس اسئلتها ويتكلم عن راسه وانت تعدل في امريكا شنو انت سنوات كامله ايش كنت تعدل وش تسوي تكلم مع وحدين ذاك بجنسيات مراجعين لامريكا في اخبار حزب الانصاف وكانوا طلبه لجوء كامله وكانوا هم وحدين في كندا سابق يقصوهم كانوا هم قابلين جنسيات وقاسوا موريتان وكده ثلاث سنوات والله 14 وسابتوهم ومنين جات اخبار هذا الديك اللي هنا طالع الخارج ولا انا بعد نقول لكم هذا الا في اطار المكاشفه ونختار الامور تعود واضحه وتوب ولا يخزي بيك ما لقاش اني ما اعطيكم حد شيء لا فيكم واحد يخسر ساعه واحده لا ياكي متشبيه في بيس والله في تاكسي بسم الحاله جاء هو يتكلم لك عن جاليات ونايب الناس اللي في امريكا حد يقبل وظيفه على ظهرها يلا تعرفوا ويلا يعود الموريتانيين هم اللي دفمات اياها مسجلين هم اللي عاطين الخيار بس من حاله ذا اللي تسمع وراك فيه شيء من التناقض اللي لا سياسات اهل موريتان واحدين راعي معدلين اجتماع الها في حاضره وواحدين راعي هم الها معدلين حلف اهل فلان هذا هو الفاملي كلاب نفس الشيء وهون في كندا القبيله الجهه العرق هذا هو الخالق خالقين مناطق فيهم جاليات لا من قبيله واحده وهي هي المتحكمه في المكتب وتقلع وتقتل في تحيه وهم ما من اي شام وسمعوا من قلتها لكم هذه الاخبار لين ما يلقي نظام الفضائح وظيفه هذا الديك العاطيهم وعلى عليه بيجوا يدورهم يتفارقوا يدوروا يتخالعوا في الاسابيع والاشهر الجايه به اللي الكور وعندهم الحق الاف من البشر ما هم ضايقين في البيضان ولا هم ضايقين في الحراطين وهم يدورون يمثلوا روسهم معناها اللي عاد في وظيفه نايب وهم يشوفوا روسهم اكثريه ويدوروا يوصلوا له واحد منهم والبيضان هم اللي هم والقبائل والجهات هم اللي هم عندهم احلاف في كنتاكي وفي انديانا وفي لويزيانا وفي واشنطن وفي نيويورك هامهم اللي هم عنهم نفس الشيء يضغطوا وهذه الوظيفه يعطوها البيضاني معناها اللي خالف في امريكا حد لا يخلي عنه العقد يطرحهم هك ويطرح الحروف يدير عليهم النقاط يقول عند اللي باركات اياها موحول فيه في اخبار هذه الحمله هذا عباره عن حمله شرائحيه مقيته صراع بين الكور والبيضان الحراطين على الاراضي الامريكيه برعايه رسميه من ولا حوير ذي قاعد في المواكشو سبحان الله يجيك واحد يقول لك هذا واحد راعيهم في نيويورك وكذا نيويورك يعدل همه لكن في واشنطن يعدل همه اصل ما هو فاتح في سبيل الله كل واحد منهم يشتغل وهو يبطل ذراعه يمشي كونتينرات الله يمشي الباشات الله يمشي الوتات الخاسرات وهذا عاد حد عنده الحاسة حارة وليت يجيبها له يبدلها له ويزرقها له في مناقشه عصر منافق في السبيل ما لا يركبكم ولا قال يقول لك واحد هذا كذا الاخلاق غزواني قال رئيس الاخلاق غزواني ما قال رئيس الاخلاق اخلاق ما دار حد في مرجنه ولا الى معدل الرجاجل المهم باختصار عن هذا الكاسر في المواقشوط رجاج فيه الدم من الخارج وعلى باب ولا يترشح قال تسوق له واحد نهار قال انت مالك كذا انا لو كنت ندور نبيع راسي نعوض لك وزير ولا سفير على النظام ما اقبل معايا هذا الوقت ديوك والمكلف المهمة نظام الفضائح كان معدل عني من الخلق اللي في موريتانيا اللي قديما وحديثا يتكلم لا يدور شيء يا غير مجد وضاح نظام الفضائح عن خارج سمنا الواقيج عنده مواقف لا يدور الفضل وخارجين واحدين يعدلوا شو من الامور يدروا بيه لا الفضل وكل الفرقش ما يخلطوش دق واحد تجبر واحد على تلفون الليل والنهار مع إدارة لبنان موريتانيا وهو في أمريكا طارح للجوء وهو طارح قضية عرقية وفي نفس الوقت بيدو فضو كويدو فضو ما يصح كل فرقش قالوا الحيوان هم ما يخطوا في ذلك واحد رقعت على بابه تجاه واحد برتو وبوصلته سقمة وفرق على هني ما الكاش أنا عندي إيمان عن هذا الكاش عمل غير صالح وعن رقاج في الخارج عنده مصدر عيش كريم بعيد عن فرط الشعب الموريتاني لا يتم يقبل منها خلاص ما يقدم لهم خدمة ويتم يشوفوها لا يوكل على ظهورهم من أعطاله منين ذاك مهم يروف تفرق زينة ومنين تأخذ رواية كارثة اللي هو راشق صبيعاته والله ذا هو يقول لهم أنا إحنا قليلين ولا نقدم شكل مسار قضية نظام الفضائح ذركاج عنده فيه أغلبية مريحة ويدخلوا وحدين وتوف بهارات كيف مالك الحزين والديك الرومي وراك يدور عليهم واحدين ثانيين من الخارج ما يشكلوا شيء صوشن وهم من عند الراس يبقى يقبل واحد من الوظيفة يعرف انه ما يشكل شيء
ويعرف عن النظام، عنده أغلبية، ولين يعود يبقي وخى القانون يقطع به رؤوس فقراء موريتانيا يعدله. وهما لكن اللي تم قواعدهم أنت تعرف من عند الراس أنك محيق نادرس ولا تمي ولا تعاد. يا غير بعد ما يبقى عن زيادات ولا يبقى عن القطع الأرضية اللي تحرك. ورانا مجدين السؤال للعيد والمحمد والسيدي موجود والشيخ محمد فاضل، ان وين مروات اللي تلثموا عليهم ولا فيهم واحد قاعد يتكلم عنهم؟ امالهم ما يباعوا عنهم؟ امالهم ما تعودوا عندهم شوي من الانفه وكافيهم الخلاصات اللي يقبضون ما مستحقه، وكافيهم عنهم حيقنا تدرس ما يميلوا لا يعادلوا ولا قد تغيروا مسار قضيه واحده ذاك الكاش، وهم لا يعرفوا ويقولوا ان انتم عارفينكم لا فايدة إذا جيتوا ما تغيروا شيء ولا قبتوا ما تجبروا مو خلاصاتكم. لماذا ترضوا رؤوسكم أنكم تقبوا خلاصات دم شعب ما تقدموا له خدمة؟ وعلى الأقل لين أعطاوا نويم مروات كريف تفرق زينة ما تقولوا عنكم ما تدوروا. وهذا هو اللي دوروا الخاين ضاق معناها هذا الكاش بصيف تودي ما يدخلوا ما هو رقاش يلود المنفعة لا يتم يقبل على ظهر الشعب ما يقدم له خدمة، ولا قاش في الخارج خير فيه يتعفف عنه، ولا قاش في الداخل قاع هيك رواية ثانية قدي له الجيفه كاع لين في الشراء لين يعود راه قال يقتل الجوع باي حال الجيفه. انا لقاش في موريتانيا قد يعود كاع من باب انه خايف على راسه من الجوع قد صار يدور يدخل ذا الكاش. لا لقاش في الخارج وجابر طريقه يعيش بها عيش كريم ما عينه ويدخل في كاش هو يعرف عنه ما يميل لا يعادل فيه، يكون لا يجبر حصانه ولا يجبر ديوانه ولا يجبر خلاص، ويتم من ذاك يجبر قطعه ارضيه وفرق. ومنين يجي يرقد في المقاعد الخلفيه يتينا طالع على وعلى التخوق يتوب الزقا وفرق. لا لا انت ملا نكرر عليكم ونواب الخارج اللي موحول في ضرب عباره عن طعم زرقوا نظام الفضائح ولا يخالي به شرائح الموريتانيه في الولايات المتحده اساسا. الناس قاع هون عادي، هون كندا بيتباع الشلات هون شويه من الواقي يجمع هو ياسر هون ناتيه موريال وواحدين ثانيين في الزر الاخر وفرق. يا اخي رجع لاني نشافوا في البدايه قام واحدين منهم لا يحركوا في الروايه نشافوا ذا الديك معطي على مقاسات في شورى امريكا وله واحدين منهم صرتهم فاتحهم قاع. يا غير امريكا هي اللي قنبله موقوته بها اللي ملانه من الكوار اللي عندهم قضايا وفيهم واحدين من زمن وللطايا وملانه من الحراطين وملانه من البيضان الراكبين قضايا الحراطين وراكبين قضايا الكوار، هما اللي كانوا في غنى عن هذا الاستجابة لمدة دويك في برلمان موريتانيا. أنا نرجعش عاقل خليكم من هذا الزرق وحلوفهم همكم، المهم يبقى يقرا يقرا، منكم يبقى يعدل هم ويعدل هم ويشتغل، روج البلد فيه فرص ويخليه من ممارسة السياسة يعود هامه هذا والأحلاف حلف في نيويورك وواشنطن وكولومبوس يقبل كارطابلو ويقضوا في المراقة هو فرق ذلك خلص شي من ذوك الأحلاف الموحول فيهم ذاك على الأقل بعد يعود في موريتانيا. ما يمشي حد عن روايه ويمارسها في الخارج، وهذا اليوم مارس اليوم من السياسه في الخارج هاي ما هي جاليات، هذه عباره عن مكاتب سياسيه، سياسه مالي رديئه وفرق ونوع من الابتزاز ونوع من استغلال الناس والعيش على ظهور. ما فيكم ما حد يعطيهم كارت ولا يصيب لهم كاع وقت دقيقه واحده من وقتهم. بيجي منكم تفلس في ابارتمان لا يخلصوا ما يخلصوا عنه لا يخلصوا عن واحد من هذا، يقول كلهم مجموعه من بيران نفسي وكلها مهم عنده لا يمشي حديدات والله شويات يعدل بهم شو مساخ الدنيا شهر موريتان وفرق ذا على انكم تعود واضحة لكم الرؤية من هون. والهجرة خيار صعب نتمنى نكرها عليكم وفاتوا واحدين راقوه وفتوا ورجعوا الموريتان، ولا تسمعوا كلام واحدين عايشين محمولة نفقتهم من واقشو خارجين واحدين في امريك ما يشتغلوا قاع كلها خلاصة بارتماه وفلط والباس وذا كامل جيم موريتان هو ما عليه ما هو يتم يضبح وتوف ومنين يقعدوا اثنين يعود هو ثالثا وفرق انا لا يخسروا عليكم. الهجرة خيار صعب وفرض على مولاه يكح الدم، وهذا انا قط قلت لكم لسنوات وقال واحد اني مخوف ويجي واحد يقول لكم ما في فرص تمام انا كلاهي تجي يقول لهم نيويورك لباتيك وتعدل اسبوع 800 وتعدل اسبوع 1000 هذا قط تكلمت عنه 2018 يشك واحد انه لا يجي توه يردم الفقر لباتيك شقلة خطيرة الممكن قد يجبر شقلة ثانية شبه منها شبه به اللي يعود جاي يلود للفضة يسقط روحه. الباتيك عادة يعودوا أماكن فقيرة في نيويورك والله في ميتشيغان والله في بليدات معروفة تعود سكانها شن الفقراء اللي ما يشرب الكمية يشرب لا بالسقف، وبدلا من واحد يمشي يشري بكرة نص سجارة يجيك 20 مرة ياك يشرين عندك ميش كل مرة يجي يقول لك انه يدور لوس
والسلاح والجرائم وذا كامل، وعادة فيهم إطلاق النار، وياسر الناس اللي فيهم دائما يروحوا ضحايا، راهم موريتانيين وحدين فاتوا دفعوا الثمن في هذا. والفضل اللي قال لك 800 الله يا مجبر هو رقاش عارف شقله، رقاش عارف شقله فضل عليه يعطي فتره ما هو لا يجي موريتان ما يعرف كان ذا تل والله قبله يجبر مادة تعطيه 800 الله في الاسبوع. على ان هذا كان في ياسر المقالطات وخلق فيه ياسر للاسف عنه سموا بافكار واحدين كانوا عندهم وظائف قاعد يعيشوا بها موريتان وزرقوا وظائفهم ودفعوا. ونظام الفضائح مازال الى اليوم ما هو واحد في طريقه يهني بها الناس، جميع السياسات الموحول فيها اليوم لا رياك يشعل من تحت الناس وصلهم. والموريتانيين هم الوحيدين اللي ما يجوا الارض ما 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 نقلب سافيها عاليه. هي الطريق اللي يجون هذا شلون المكزيك من الثمانينات دخلت منها عشرات الالاف من جميع الجنسيات ولا قط شملها حد ريحه ولا حالات عن تفرق تفنقر وتبقى فيديوهاتها عاهرة في كل بريده ما هون يجاو منها الموريتانيين كلها رافد التلفون وصور راسه وهو ماشي في رحله ما هي شرعيه يوم عدل هجره ما هي شرعيه ما قد يقول له راسه على انك انت معدل من عند الراس ما هو شرعي وعلى الاقل وفر على راسك مجهود انك توثقه وكشفوا راسهم وذا هو وساهم علموا بهم العصابات وعلموا بهم واحدين ثانيين يتعاملوا مع العصابات وعلم بهم نظام الفضائح الموريتاني ومنع القروض اللي كانوا يقبضوا واحدين منهم مؤسسات لياك واحد منهم كفط بهم حاله وقفلوا الطريق على كل مدة وعاقب ذاك علمت بهم السلطات المكزيكية قاعدة وقعدت تقفل عليهم قاعدة هي ما هم مختطفين قافل عليهم السلطات المكزيكية من راس وفرقت ونظام الفضائح ما هو واحد فيهم ما هو طريقة يصوع بها الناس وشفتهم ضركات اياها قاع واحد فيهم كارثة اخرى طمن عنهم لا يتم يقبلوا شوي من الفضاء وما كانوا عدلوا اصلا لقايا ضرب كبار وعدل اتفاق ثاني موسع ويتموا بدلا من المهاجرين ترجعهم اوروبا عنها شهر بلدانهم الاصليه لا يتم هم يحصلون ملكهم موريتانيا ويقبضوا معونات وياكلوهم هم والمهاجرين لا يبقوا لكم فهم هم عاده يطرسونهم في مناطق كين واديبو وتكثر الجريمه ويكثر ياسر من الشيء بيدوا قاع الناس قاعدين يقيسوا دولهم ودولهم ما بتعترف بيهم وماليين عاتر موريتانيا احنا شنو تستطيل يدفعوا قايسين اوروبا ولين تترجعهم تابوا مالي تستقبلهم تقبلهم موريتانيا هم دولهم الأصلية ما بيتقبلهم الدورية كانها تفرض الغرب على إنه يسوي قضيته تقبلوهم أنتم وديرهم على أراضيكم وتقبلوا معاهم شمل التمويلات وتوكلوا يعقبوهم في النهاية يعودوا قطع طرق ولا تخسروا همهم هم وفي النهاية تعدلوا روسكم هذا ما في سيادة تعدلوا روسكم مجرد بؤرة تجمعوا أنتم فيها شمل المهاجرين لياك تحموا بها حدود دول أوروبية ما تعنيكم هي ما حمات هي روسكم وتوفر المهم انه هو واقع مؤلم مترابط وهذا بعض هو اللي اخترت الليله نذكركم به وبما اني بعض شفت الكارثه وراعيت القنبله الموقوته ونأكدهم عن نظام الفضائح اذا قاصده واخبار هذا وظيفه النائب في امريكا دوري تخلعوا عليها قريبا به اللي ما عندها معنى فيها شيء من الناس وقابلها على اساس شرائح نفس الطريقه اللي هم موريتاني وهي في النهايه ما مجور منها جاريه ومولاها ما هو زي قاع الموريتانيين الناس اللي مشات كلها ماشيه على احصيه راسه ما فهم جاريه